قيل في المثل قديمك نديمك لو الجديد أغناك، وقيل اللي ماله هول ماله تالي. الهوس بالماضي والتعلق به له عند أصحابه عشق وفنون وجنون، ففضل الصالح يهوى سيارات الماضي منذ أكثر من 30 عاما، يشتري ويبيع ويسافر من أجل جلب سيارة جاوز عمرها 80، ويتحمل خسائر مادية وجهد بدني من أجل تجميل سياراته التي اقتناها، حتى قرر قبل 3 سنوات أن ينظم عمله ويقيم معرضا خاصا فجمع فيه أكثر من 50 سيارة تراثية. والله في البداية كانت الفكرة أنها هواية خاصة، ثم تطورت شوي شوي لأني أكون معرض بحيث يجمع السيارات التراثية والكلاسيكية على مستوى كبير يعني بالمنطقة. أقدم سيارة عندي فورد موديل 1935، أنا عندي من 35 وأنا طالع 35 36 37 38 39 و40 و44 وعندي 50 بالخمسينات وأنا طالع الستينات. طبعا أنا هوايتي بالسيارات التراثية إننا من موديلات 60 وتحت هي أفضل شيء، يعني ما أطلع يعني فوق 60، من 1960 وتنازل أجمل ما بالسيارات التراثية. والله أغلى سيارة عندي تقريبا حول 80,000، الكشف اللي عندي فوق لسنا بالصيانة الآن، كشف مبالغ شفر 59، قيمته حول 80 تقريبا، ومعدل السيارات من 40,000 إلى 50,000 60,000 طالع، يعني ما يقل عن عن 40,000 ويصلنا ل 100,000 تقريبا هالحدود هذا. والله سيارة خاصة موديل جديد ما عندي، أنا ما عندي لها السيارات هذه، أروح علي وأجي. شلون تروح تجي؟ والله عندي سيارات بالشوارع، نعم يعني عندي، يعني أطلع على واحدة أسبوع، بعد أسبوع أغير سيارة ثانية، ولا الطريقة هذه. طبعا في ناس اللي أيد وفي ناس يقول يعني وين أنت، إحنا بعصر تكنولوجيا وسرعة، لكن هي هواية، يعني أنت هواية إنك تمشي عليها، يعني هي تطعيم يعني شوي انك تمشي على السياره، تطلع عليها مثلا، تطلع عليها خميس جمعه، صلي العيد احيانا على السيارات الكلاسيكيه، صلاه الجمعه احيانا اطلع عليها مناسبه اروح على سياره كلاسيكيه. والله شوف ما ابو شيء معين، لكن كلهن غاليات، يعني كلهن لهن انطباع خاص وطعم خاص يعني بقياداتهن وروحاتهن. الحصول على سياره كلاسيكيه يصفه فضل الصالحي ببالغ الصعوبه، فالبحث عنها إما أن يكون عن طريق السفر إلى خارج المملكة أو البحث عنها في مواقع الإنترنت، وتكمن الصعوبة في وصولها إلى مكانه. أنا لاحظ الناس أي شيء غريب يرغبون فيه من ناحية التصوير بسناب، تصوير مع السيارة القديمة، يعني الناس ملت السيارات الجديدة، يعني في ناس مل يشوفهم بكل مكان، السيارات ذي قليل تشوفها إلا مهرجانات أو واحد زي فضل هاوي يروح بالسيارة. يعني وانا الحين اقول لك اذا شفت فضل بالشارع صورته سناب، يعني وانا اعرف وعندنا مكان، بس لاح الناظر بين السيارات وبين الشارع، السياره القديمه مروره بهالشارع ذا وهالزمن ذا. اخوي فضل كان بعيد عن الاعلام وعلى كثره السيارات هذه والشغل اللي اشوفه، رايت انه لازم يا ابو صالح الناس تشوف اللي عندك الكنز المخفي، يعني كثيرين يقولون عندكم كنز مخفي، فعلا هو كنز مخفي بسبب هواية أبو فضل، أبو صالح فضل أخوي، خلانا نفكر أننا نحط معرض سيارات تراثية وكلاسيكية، سمينا المعرض مركز التميز للسيارات التراثية وكلاسيكية. ولله الحمد صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لبى هذه الدعوة من زمان، يعني صار فيه الحين مهرجان نص الموسم من جميع المملكة على شرف السيارات الكلاسيكية بالقصيم، وهذه مشجعة صراحة السوية العام 3 أيام الصراحة صارت مشرفة كبيرة وأفضل مهرجان للسيارات التراثية. يقضي فضل الصالحي معظم يومه بين سياراته النادرة والمختلفة بأشكالها وألوانها وأنواعها، فهو يجد راحته حينما يراها ويقودها، وبالفعل عايشت إحساسه حينما رافقته على هذه السيارة النادرة الجميلة. لبرنامج الراصد خالد الربعي بريده.